انا رايي مع تاجيل الدراسه لين ينصفوا المعلم ويعطوه حقه ويعلوا له مرتباته. لا لست مع تاجيل الدراسه لان هذا يعيد سلبيا واثاره على الطالب ويضع عليه ضغوطات اكثر من لازم، لان الدراسه محدوده، عندها وقت، عندها عدد ساعات، عندها عدد اشهر. اذا كان بدات الدراسه متاخره حتنتهي متاخره، واحنا عندنا في الجنوب عندنا صيف شهر 7 و6 طلبه ما يقدرون يقروا، ويصادفنا بعدين رمضان. ان تكون هناك عمليه تقييميه لاداء التعليم في ليبيا، هذا التقييم هو ما يبنى عليه مطالب المعلمين اليوم. انا كنت اتمنى ان يطالب المعلمين بتحسين الاداء الوظيفي للمعلمين، بتطبيق الملاك الوظيفي في اداره التعليم واداره التعليم في كل ليبيا، ان يكون هناك مطالبه بانهاء او السيطره على حاله الغش في الامتحانات. حقيقه هذه احدى الكوارث والازمات التي تعاني منها ليبيا بسبب لا مبالاه والانقسام السياسي والسلبية التي تعاني منها ليبيا، وخاصة المسؤولين اللي حقيقة لو أنهم يتذكرون التعليم وأهمية التعليم ودوره في بناء المجتمعات وبناء الدول ما كانوا يختلفون على مناصب سياسية. في بعض المواطنين يقول لك بنا ضد الطالب، صح اني ضد الطالب لان في تأخير مناهج، وفي عارف اني كان مدرس في فترة التدريس تولي اقل من 25 سنة، لكن شفت بعض المدرسين في اللي كانوا قدوة، كانوا مدرسين الى فاضل، تقاعد على 400 دينار وعنده اسرة تتكون من 7 من 8 انفار. هذه هل في صالح المدرس اللي ربى أجيال وطلع دكاترة وطلع مهندسين في النهاية يطلع مرتبه 400 دينار؟ هذا الاعتصام فعلا جاء في وقته، لا يمكن تتحقق مطالب المعلمين إلا بالاعتصام المفتوح، لأن الاعتصام مفتوح. أنا طبعا أعمل اعتصام للمعلمين، هو المعلم الدخل متاعه بسيط، الدخل هذا المعلم بدل ما بيعطي حصة يقعد يخمم إن شني كيف يخمم يسدد الأشياء المعيشية متاعها، فهمت؟ نحن ليس نأيد الاعتصام، ولكن من أجل رفع العملية التعليمية والنهوض بالعملية التعليمية نحن مع رفع العملية التعليمية بشكل عام يعني على مستوى ليبيا من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب، ليس ضد هذا الاعتصام. أنا ضد قفل المدارس، لأن كل من يقفل المدرسة هذا بيجهل الناس، والحقوق بتطالب بحقوقك وتاخذ حقوقك، لكن قفل المدارس لا يجوز، لا يجوز نهائيا، انا ضد هالكلام هذايا، فاهم؟ ان انت لما تقفل المدارس قفلت الناس كلها، جهلتهم، والتعليم هو الاساس.